اهلا بكم ببرنامج سوشيال بام. اليوم عدسة نخيل العراقي متواجده بالمركز الثقافي البغدادي لتغطيه افتتاح متحف ومكتبه نازك الملاكه. خليكم معنا. مرحبا سياده المحافظ. اهلا مرحبا. تكلم لنا عن افتتاح مكتبه نازك الملاكه. اليوم تشرفنا بفتح او بافتتاح مكتبه الشاعره العراقيه نازك الملاكه. وهذه المكتبه ضمت على بعض المقتنيات لهذه الشاعرة اللي هي محل فخر واعتزاز العراقيين، وهي شاعرة معروفة ورائدة الشعر الحر في العراق. أيضا تمتلك مهارات حسب ما طلعت وقرأت عنها، مهارات كثيرة ومتعددة ومختلفة، منها الموسيقى، من كتابة الشعر، منها إجادتها للغات، تقريبا 5 لغات تجيب نازك الملائكة. لذلك افتتاحنا لهذه المكتبة وجزء من المقتنيات يريد العراقيين وخاصة الشباب أن يطلعوا على أيقوناتهم وشخصياتهم العراقية والبغدادية. شلون شايفة حضور الشخصيات النخبوية عامة الجمهور؟ طبعا الحضور كله زين، وأكيد الناس متعودة علينا. هاي مو أول مكتبة نفتتحها، تحتوي المكتبة على أكثر من 5000 كتاب. نعم. وإن شاء الله تكون منارا للمثقفين والباحثين. في يوم افتتاح مكتبتي ومكتبة زوجي العزيز عبد الهادي محبوبة في المركز الثقافي البغدادي، أنا سعيدة اليوم بحضوركم. كان المفروض يفتتح هكذا صرح من زمان، وأيضا أوجه خطابي إلى الجهات المسؤولة التي تعنى بهكذا أمور، يعني كوزارة الثقافة أو اتحاد الأدباء، بأن يعتنون أكثر بالشعراء، شعراء العراق، بأدباء العراق، مفكرين العراق الذين لهم باع طويل على مستوى محلي وعالمي. حيث نقلت المكتبة في جائحة كورونا، وعانينا أثناء النقل كثير من المعوقات واجهتنا، ولكن الحمد لله والشكر بجهود كادر المركز الثقافي البغدادي وعلى رأسهم الأستاذ طالب عيسى مدير المركز، ذللت هاي العقبات وذللت هاي الصعوبات. كلمة لنخيل العراقي. نخيل العراقي أحدى المنظمات الجميلة الرائعة المتواجدة دائما بالمشهد الثقافي. وفي ختام كلامي شكرا لكم على هذا الإنجاز.